اللحظات الجميلة، والذي حمل في طياته الأفكار المهجنات إلى سايل يسير هذا الشوط ونسير معا إلى ركب المقدمة وإلى المركز الأول. لنتابع معكم مجريات هذا الأمور وتفاصيل هذا الشوط هناك المركز الاول والصداره يتقدم في هذه اللحظات. بن صوغان لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي، ولكن بدا التغيير في هذه اللحظات. هناك من زعفران لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم ومبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي يتصدر في هذه اللحظات ويتقدم الى المركز الاول، بينما المركز الثانية الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغاسمي وسهيل بن سالم العامري بالمركز الثاني يقدم لنا هذا الاسم النقلة إلى ثالث المراكز. هناك الشاهنية لهجن الرياسة وراشد بن محمد السم المنصوري الواصل في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع هناك بن صغان لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع المضمر سعيد بن مبارك الوهيبي، ولكن هنا الوصول على خامس المراكز ده مع الشاهنية لهجن الرياسة وراشد بن محمد السم المنصوري الواصل على خامس المراكز، بينما المركز السادس الحضر لهجن الرياسة مع المضمر صالح بن سعيد بن العرج المري وصل في هذه اللحظات إلى سادس المراكز، بينما المركز السابع والوصول هناك من فتنة لهجن الرياسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يقدم لنا فتنة في هذا الشوط، ودمعة أيضا تلاحقها بالمركز السابع. هناك لهجن الرياسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي دمعة وفتنة، والاسم القادم في هذه اللحظات تتقدم الشاهنية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغاسمي والسيل بن سالم العامري في عملية التضمير. المركز التاسع هناك شقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، والمركز العاشر في هذه اللحظات الجميلة مع الحق لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى الشواهين المتصدرات بالمركز الأول والمتقدمات بهذا الشعار شعار هجن الرياسة، ومع المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بالمركز الأول وبالصدارة. الشاهنية والشاهنية هنا في المركز الأول وفي الصدارة، هناك لهجن الرياسة مع المضمر راشد بن محمد بالسم المنصور المبدع والمتقدم في هذه اللحظات كما تميز في هذا المساء، يقدم لنا هذه الأسماء المتميزة مع الشاهنية والشاهين والأسماء الجميلة والرنانة والقوية في عالم سباقات الهجن. ولكن القدوم هناك من الحضرة لهجن الرياسة مع المضمر صالح بن سعيد بن عرج المري القادم إلى ثالث المراكز في هذه اللحظات، والمركز الرابع هناك العشوش وصلت في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي الواصل على المركز الرابع والخامس المراكز. فتنا لهجن الرياسة مع المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، وتحرك تحركت دمعة تحركت في هذه اللحظات على المركز السادس لهجن الرياسة مع المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، ولكن العودة إلى الشاهنية بالمركز الأول وبالصدارة. الله 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 الشاهنية بالمركز الأول لهجن الرياسة هناك مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري ابو ذياب في هذه اللحظات، يتقدم هذه الاسماء مع انطلاقة الكيل والمتر الاخير وافتتاحنا للكيل والمتر الاخير، ولكن الحركة على ثاني المراكز. هناك من الحضرة لهجن الرياسة مع المضمر صالح بن سعيد بالعرج المري، وتحركت الشانية الاخرى في هذا
المسار، تحركت الشاهنية لهجن الرئاسة أيضا مع المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. الله 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 الله، انطلاق جميل، أداء مميز مع أبو ذياب هنا في هذا الانطلاق. روحت الشاهنية ولحقتها الشاهنية والشاهنية والشاهنية هنا بالمركز الأول وبالمركز الثاني، ولكن الشاهنية رقم واحد هي بالمركز الأول تتقدم هنا هذه الأسماء، وتنطلق انطلاقة الفوز لتضيف النقطة العاشرة في رصيدي هذا الشعار في هذا المساء وفي رصيد المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. أشكرك يا أبو ذياب، أشكرك على هذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس لهذه المؤسسة العملاقة، والتهنية للمضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري بمناسبة فوزه على المركز الأول والمركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت هناك لحضر الهجن الرئاسة، والمركز الرابع الواصلة هي فتنة الهجن الرئاسة، والمركز الخامس في الوصول وصلت دمعة على المركز الخامس هناك لهجن الرئاسة مع المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الأخيلي. إذا مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الأفاضل، شاهدنا التحدي والإثارة مع الشاهنية والشاهنية الفائزات بناموسي هذا الشوط مع المضمر راشد مع هجن الرئاسة ومع المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي تميز في هذا المساء مع النقطة العاشرة في هذا المساء. إذا التوقيت الزمني صاحب للشاهنية 7:39 و9 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والثاني أيضا للمضمر المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري الواصلة على المركز الثاني هي الواصلة الشاهنية لهجن الرئاسة. هناك الشاهنية لهجن الرئاسة أيضا مع المضمر راشد بن محمد السم المنصوري 7:40 و8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، بينما الواصلة على المركز الثالث هي الحذرة لهجن الرئاسة مع المضمر صالح بن سيد بن حارج المري الواصل على المركز الثالث. عطنا يا المركز الثالث يا مخرجنا. إذن مشاهدينا الأعزاء المركز الثالث وصلت فيه هناك الحذرة لهجن الرئاسة مع المضمر صالح بن سعيد العرج المري 7:43 وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.